لسه نهار جديد لمشاهدي نهار وان والنهار اليوم، وزي ما دايما كده بنقول الحاجة الناجحة بتنتشر من المكان المحلي بتاعها توصل للعالمية. فان احنا يكون عندنا رواية في لبنان والرواية دي يوصل صداها لغاية مصر هنا، الناس كلها بتتكلم عنها، رواية جديدة، فكرة مختلفة يعملها حد عنده تجربة، يعني هو كاتب الرواية عن تجربة ممكن يكون عاشها، ممكن يكون شافها، ممكن يكون سمع عنها، ممكن يكون حد حكاها له. فاحنا منورنا دلوقتي اسماء وهبه، اسماء وهبه صاحبه كتاب راقصه داعش، راقصه داعش الكتاب موجود معانا هنا. اسماء هي مش بس مؤلفه كتاب راقصه داعش، هي اعلاميه ومذيعه زميله. فصباحك زي الفل يا اسماء. صباح النور. صباح الفل. اسماء من لبنان، دايما احنا كده بنحب اللهجه اللبناني. صباح الفل عليكي باللبناني. صباح الخير. صباح الفل عليكي. صباح الخير. صباح الفل على كل اهالي لبنان وكل الناس اللي بيشوفونا من الوطن العربي كله. وكمان من لبنان بيقولوا لكم كلكم هم بمصر صباح الخير. اكيد احنا كمان خصوصا انه اليوم عطله، يعني انا كثير انبسطت وقت قالوا لي الاحد ايه فعطله، فانا الحمد لله يعني اكيد في كثير عم يحضرونا اليوم. صباح الفل على كل الناس اللي بيحضرونا، يعني عايزين نصبح عليكم جامد قوي. طيب راقصه داعش طبعا اسم غريب وعنوان ممكن يكون ملفت، يعني كلمينا عنه كده سريعا. راقصة داعش هي رواية أنا كتبتها أخذت مني تقريبا سنة ونص شغل، هي مستوحاة من قصة حقيقية، يعني أنا صحفية مثل ما حضرتك عرفت عني وأنا بفتخر أنه أنا أكون صحفية. كان إحنا عنا بلبنان من سنة ونص تقريبا كان في عنا مدينة على الحدود اسمها عرسال، هيدي موجود فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين. هيدي المدينة للأسف بهيديك الفترة كانت مأخوذة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، وكان في عدد كثير من المقاتلين بيفوتوا بيسرحوا بيمرحوا بيعملوا شو ما بدهم. فصار إنه صار في حرب بين الجيش اللبناني وبين هذه الجماعات، انتهت بانتصار الجيش اللبناني وخرج المجموعة من اللاجئين إلى يعني عائدين إلى سوريا. أنا كوني صحفية إنه بدي أطلع غطي شوف هيدول اللاجئين اللي علقانين على الحدود، لا النظام عم بفوتهم ولا عم يقدروا يرجعوا على عرسال. وكنت محظوظة إنه التقيت ببطلة روايتي اللي هي البنت السورية، الفتاة السورية التي أحبت مقاتل في داعش. طب خلينا نعرف أكتر بقى، يعني كده تشويق في البداية، بس هنطلع فاصل للموجز ونرجع نكمل مع بعض كده نهار جديد. منورنا الإعلامية والصحفية بسمة أسماء وهبة، وهنكمل مع بعض مع رواية راقصة داعش. مريم معاكم في نهار جديد، ولسه كنا فيه نهار جديد، ولسه كنا بنتكلم قبل الموجز مع ضيفتنا الاعلاميه اسماء وهبه وصاحبه كتاب راقصه داعش، واللي كانت بتدينا كده يعني بشكل مختصر قالت ان هي عاشت تجربه او شافت تجربه بنفسها، وهي تجربه حب لفتاه سوريه لواحد من تنظيم داعش. صحيح. مش غريبه يعني العلاقه؟ لا ما منا غريبة. الحب ما بيعرفش بقى. العلاقات الإنسانية ما فيك تحكمها ضمن إطار معين، وهي منا قابلة، يعني ما فينا نحط لها اسطمبة معينة أو نحط لها قياسات، ويعني هي شيء مطلق وخاضع للمفاجآت. وبطبيعة الحال يعني أنا ما بدي أكشف كثير عن أحداث الرواية، هي قصة الحب بدأت قبل انضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وهو حاول استجلابها لكي تكون أيضا يعني حتى تعيش معه كمان بمدينة الرقة اللي هو سكن فيها لاحقا، وهيدي حقيقة. يعني هي خبرتني قد ايه هو عرض عليا انه تروح وتعيش معه بالرقة، وربما تنضم الى الفرقة النسائية اللي هي كمان بقلب تنظيم الدولة الإسلامية. انا بالرواية انطلقت من قصة الحب لانه هيدي انسانيات القصة، يعني اللي هو لا هي الرواية فيها الكثير من الانسانية. وربما من اكثر التعليقات، يعني انا حتى سمعت يعني والدتي من اول الناس طبعا اللي دايما انا باخذ رأيها، ويعني قالت لي الرواية موجعة. أردت للرواية أن تكون موجعة لأنه هذا هو الواقع. لما بتروح بتشوف هيدول اللاجئين اللي قاعدين على الطرقات وقاعدين بالمخيمات وما عندهم ولا شيء، هيدا كله بسبب حرب قامت في سوريا، يعني حرب خارجة عن سياق المنطق ويعني والقبول العام. فبالتالي أنه أنت أمام تنظيم إرهابي اللي هو نتحدث عن داعش، الذي أراد أن يغير من شكل سوريا والعراق. احنا سوريا، يعني احنا بلبنان كلنا بنعرف مين هي سوريا. سوريا الحضارة، سوريا السلام، سوريا الثقافة، هيدي هي سوريا. يعني دمشق هي مدينة الياسمين،
فبالتالي انه انت اليوم لما بتلاقي هذه البشاعه، لما انت عم تلاقي تنظيم دموي يقتل الناس بهذه الطريقه ويستجلب الناس من كل العالم، اكيد بدك تحط اسئله وتقول ليش. يعني انا بالروايه اتطرقت انه كيف داعش بتجيب انه من تسميهم بين مزدوجين المهاجرين، وانت بتستغرب انه كم الناس اللي بتنضم لها، يعني غريب عجيب، ومن شرائح مختلفة. يعني ما بدك تقول بس انه الفقير لانه ما معه مصاري، لا مش صحيح. هو حتى عم يعني غسيل، احنا بنسميه كده غسيل للمخ كده. لا هو ما انه غسيل للمخ، هو قرار بتغيير، هو اذا بدك قرر شخص ما في لحظة معينة تغيير مصيره، ربما لانه أعجب بنموذج القوة. إحنا اليوم بعالمنا العربي نفتقد إلى نموذج القوة، إحنا في أوطان مضعضعة، إحنا نفسنا مضعضعين، فبالتالي أنت مضعضعين بمضعضعين ضعفاء. ضعفاء إحنا حتى على 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 الصعيد الإنساني الخاص إحنا كمان ضعفاء. فبالتالي أنت اليوم لما بتلاقي هذا النموذج قدامك، هذا النموذج الدموي الذي يقدم هذا الكم الكبير والفائض من القوة، فبالتالي في بعض الناس بيثار إعجابهم إنه إيه، وأنا ليه ما بكون؟ اللي انا مثلا انه انا نظامي شو قدم لي؟ قدم لي البطاله، وقدم لي فقدان الامل، ما قدم لي شيء. يلجا لنظام ممكن يديله بقى القوه، يعطيه قوه، يعطيه دفع، ولكن هو مش قادر يعرف انه هو عم ياخده على 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 المجهول، احنا بنسميه بلبنان على المهوار. فبالتالي انه انت قدام حاله من الخلل غير مقبوله. انا اردت اقدم هيدا كله في سياق قصه حب، لانه الحب بيعطيك الامل حتى لو الحكايه. بس هو الحرب فعلا بتقتل الحب ولا الروايه عكست ده؟ هقول لك شغله، انا وحده من الناس، انا عشت الحرب وبعرف شو يعني التهجير. طبعا اكيد انا ما في قارن تجربتي بتجربه هؤلاء اللي انا بسميهم العظماء في سوريا. هيدول عظماء اللي هني عم يتحملوا، اللي 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 طلعوا من بيوتهم وراحوا قعدوا بالمخيمات وهني اصحاب بيوت. انا ما بنسى وقتها كان بمخيم باحد المخيمات، وقفت ست قالت لي انا ولادي عندي ثلاث مهندسين وطبيبتين، وانا تاركي بهي مزارعه، هي مزارعه بتقول لك انا عندي ارض، وانا اليوم قاعده بخيمه على الطين. فبالتالي انت قدام نماذج بدك ترفع لها القبعه. طبعا أنا واحدة من الناس عشت تجربة الحرب بال 2006 وقت إسرائيل قصفت لبنان. أنا ساكنة بمنطقة اللي هي ضاحية بيروت الجنوبية، تتعرضت للقصف. بفهم شو يعني إنه أنت تطلع من بيتك تحت القصف وكانت الطائرات الإسرائيلية عم تكب علينا منشورات وتهددنا. بفهم شو يعني إنه أنت تروح تنام بمدرسة، بفهم شو يعني إنه أنت تروح ما عندك مكان، تمشي بالشارع من دون هدف، مش عارف وين بدك تروح بحالك. يعني هن يعني خصوصا كمان انت تتعامل مع تنظيم هو دموي جدا، دموي جدا. وبعدين انا كمان اردت بالروايه قدمت انه هذا التنوع في الجنسيات، يعني مثلا في احد المشاهد اللي انا بعتبرها ماستر سين عندي بالروايه، اللي هو مشهد اثبات الولاء، عندما طبعا كل شيء مصور بالكاميرات كرمال ينزل على اليوتيوب، اللي هو نوع من الاستعراض والقوه. هذوها يعني وقفت مجموعه من المقاتلين اللي اعتبرتهم جدد، وكان من ضمنهم بطل الروايه من جنسيات مختلفه، المصري، السعودي، التونسي، الفلسطيني والاردني. يعني اردت من هذه المشهديه كيف بيكون اثبات الولاء. طبعا بيقولوا عبارات ضد الانظمه تبعيتهم وبيخزقوا جوازات السفر وبيلقوها بالنار. هذا المشهد حقيقي، هذا المشهد حقيقي وانا شفته على اليوتيوب. يعني انا عملت مجموعه، طبعا انا التقيت بعدد كثير كبير من الناس اثناء كتابه الروايه، طبعا ضمن الخط الدرامي. بس انت اتكلمتي مع البنت السوريه وما اتكلمتيش مع الولد اللي من داعش؟ اكيد، وين بدي اجيبه؟ ما اتكلمتيش معاه. بس ما خفتيش من تجربه زي كده ان انت حتى الاسم نفسه راقصه داعش، يعني الاسم نفسه يخوف. انا اتقال لي كمان ان اصحابك خافوا يقولوا لك حتى مبروك، ده حقيقي؟ صحيح. لا مش خافوا يقولوا لي مبروك، وقتها بتوقيع الكتاب صار يقلبوا يطلع على صورتي، خلينا نتصور مع صورتك. هلا انا اخذتها طبعا على سبيل الدعابه، بس هيدا له دلاله. له دلاله انه انت قدام تنظيم زرع الخوف في قلوب الناس. يعني انا بتذكر لما كنت عم بشتغل على الروايه، في احد المطابع ما قبلت تنشر لي اياها، خافت. مع انه ما في شيء بخوف، هو ما في شيء بخوف اصلا، ولكن هذا باللاوعي انه انت صنع امامك نظام
او قدر يصنع تنظيم لنفسه قوه ممكن صحيح ما تكونش عنده كمان، بس هاله من القوه المرعبه اللي بتخليك ربما وانت جالس في الصين خلينا ابعد عن شر وغني له. لا انا اردت من خلال هذه الروايه اني اوصل رساله، رساله امل، احنا باقيين على ارضنا ومكملين الطريق، ولن نتنازل عن سوريا ولن نتنازل عن اوطاننا. ولكن نفحه الحب، انا بدي ارجع هون لسؤال حضرتك، قلت لي اياه انه الحروب بتقتل الحب، تقتل الحب. لا على العكس، انت في الحرب تزيد جرعتك الداخليه ورغبتك بالحب، لانه هيدا بيخليك اكثر تعلقا بالحياه. بالوقت اللي انت بتحس فيه انه انت مش قادر تحب، يعني انت على طريق الموت. هيدي قاعده انسانيه معروفه وقاعده نفسيه معروفه. انت لما بتكون تحت وطئه الحرب، يعني انا عشت هيدا الشعور، بتذكر بال 2006 كنت عندي هل 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 ما بدي استعمل يعني هالرغبه الكبيره انه انا حب، لانه هذا يجعلني اكثر تعلقا بالحياه، والحياه جميله. فبالتالي انه انت امام مشهديه اليوم الشعب السوري مثل ما ذكرت لك يعاني، ومن وراء احد هذه التنظيمات تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي غير من وجه الرقة، يعني غير من وجه منبج اللي هي المدينة اللي انا كتبت عنها اللي هي مدينة بطلة روايتي. فبطبيعة الحال احنا ما بدنا شيء يتغير، احنا بدنا سوريا كما كانت، هي بلد الياسمين. فبطبيعة الحال انا رسالتي كصحفية انه انا وصل ما رأيته، لانه احنا بالاخر عنا رساله، انه انا اقول انه 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 هذه البطله لما كيف طلعت من بيتها، اجوا ناس بليله ما فيها ضوء قمر ومنبج عم تنضرب بالبراميل من النظام السوري، بيجوا ناس بيقولوا يلا طلعوا من بيوتكم، لا عارفه لوين طالعه وعارفه من حالها وين بدها تاخذ وين بدها تروح، وحطوهم كلهم زطوهم بقلب الباصات، وفجاه بتلاقي حالها صارت على الحدود اللبنانيه السوريه، وصارت انهارت، انه عرفت حالها انه صارت اجئه ولا عوده الى خلال قرايتك للمشهد مع البنت السوريه، يعني خلينا نقول كده دماغ تنظيم داعش شويه، الشباب الصغير بيفكر ازاي؟ انت شايفه لو نفس البطل اللي احنا بنتكلم عنه شاف حبيبته بتتباع في 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 سوق النخاسه، هو ممكن يعني يبتدي يغير من مفهومه ان هو لا انا لازم ارجع تاني واسيب التنظيم دوت وما ينفعش ان انا اكمل معاهم، ولا هو ممكن يكون ايه اللي بيفكر فيه؟ يعني ايه اللي هيفكر فيه؟ شوف انا هقول لحضرتك شغلي، اول شيء هون صار في نوع من انواع الالتباسات اللي صارت بالاعلام، اول شيء ما كان في اسواق نخاسه، يعني داعش ما عملت اسواق نخاسه. داعش كانت تاخذ النساء والاطفال وتضعهم في مراكز، تقتل ازواجهم واخواتهم وابائهم، وبتاخذ النساء وبتحطهم بمراكز، اوكي؟ وبعدين بتصير مش يعني اصلا هي لا تفاوض، هي بتعتبر حالها اقوى من انه هي تفاوض. وهيدا انا ذكرته باحد اللي هي الاسيره التي وقعت في يد بطل الروايه، هي احدى هؤلاء الفتيات حكت كيف داعش فاتت على قريتها وقصمت الرجال في مكان والنساء في مكان، حطت النساء في باصات وذهبت فيهم الى الرقه والرجال قتلوا. قتلوا. طب لانه بيعملوا ايه بالنساء والاطفال بعد ما بيتحطوا؟ يا اما بيستعملوا بالخدمه، او بيتم مثلا تزويجهم، او مثلا بيتم اقناعهم بانه انتم بتفوتوا على التنظيم، لانه داعش على فكره بتستعمل النساء في التجنيد. يعني انت مثلا ممكن تكون عم تحكي مع حدا، بتطلع لك بنت حلوه ويلا بنحكي، بتلاقي حالك مديت وفتت بعلاقه انت ما بتعرف، بتلاقي حالك صرت بتركيا. يعني هون داعش حتى تستخدم النساء في عمليات التجنيد. النساء داخل تنظيم الدولة الإسلامية لهم دور آخر، هو التجول في الأسواق والتأكد من أنه الجميع يرتدي الزي اللي هي بتعتبره إسلامي. أيضا كمان هن يدربنا على حمل السلاح مع أنه هن لا يقاتلنا، عندهم دور أساسي إنجاب الأطفال لتوسيع رقعة هذا المجتمع، عشان ده بعد كده هو اللي هيكون الداعشي الجديد بقى. صحيح، بعد 10 أو 15 سنة. عودة إلى سؤال حضرتك، أنا برجع بقول لك من ضمن معلوماتي وبحثي المتواضع، ما في أسواق نخاسي، هيدي كلها قصص كبرها الإعلام لخدمة داعش، اللي هي لفكرة إنه نخوف الناس من داعش، إنه إيه إذا وقعوا النساء، إيه أكيد بكل الحروف في اغتصاب، هيدا شيء طبيعي، في اغتصاب، ويعني أبشع أنواع المعاملات والممارسات، يعني الأمريكان اغتصبوا العراقيات في العراق، فما بالك بهؤلاء؟
انا ما هون باكد لك ما كان في بيع، ربما كان في فيديوهات نوع من انواع الاستعراض. اليوم يوم الرقيق، اليوم يوم وانا ذكرتها يعني في الروايه. من هون انا ما بعتقد، لانه هو عرض علي اكثر من مره انه هي بدها تروح معه على الرقه وهي رفضت. رفضت رفضه هون. بس هي كانت هتروح معاه على انهي اساس يعني؟ زوجي. هي هني بيحبوا بعض وهتكون متكرمه ساعتها وليها مكانتها زوجته. زوجته. فبطبيعه الحال، وايضا كمان عطفا على سؤالك انه هو اذا بيغير رايه او لا، انا جعلت عمر اللي هو بطل الروايه شخصيه متردده لحتى حافظ على الحس الانساني الموجود داخله. ربما هو في الحقيقه ليس كذلك، لانه انت لما بتكون فتت بهذا الطريق هو طريق اللاعوده. يعني حتى اذا انت بدك ترجع، وانا كمان ذكرتها بالروايه، في زوجين من تونس وهيدول كمان قصه حقيقيه، ذهبوا الى هناك، هن كان همهم كله انه احنا نقاتل نظام بشار الاسد ونسقط نظام بشار الاسد، اكتشفوا انه كل شيء عم يعملوه وكل القتل الذي يحصل ولم يسقط بشار الاسد، وداعش تدافع عن هذا النظام. فبدا يبقى عنده زي حاله احباط، صار مثل عنده عمليه اعاده تفكير. انا لوين رايح؟ أنا محبط جرب جداً. يهرب هو ومرته، مسكون وقتلون. يعني هي فكره الدخول الى هذا المسار دون العوده منه. فانت ما فيك تخرج وهو لن يخرج. يعني حتى كمان في من ضمن المشاهد المهمه بالروايه اللي هو مشهد كيف اثبت عمر الولاء. اثبات الولاء لو انت حكيتي عنه بتاع الجوازات لا، عمر كان من ضمن المراقبين. اثبت الولاء في فتره سابقه عن طريق القتل. وضعوه امام رهينه. اقتل. دي مشاهد احنا يعني بنشوفها، لو شفناها في الدراما ما بنصدقهاش. طيب انا معايا منى، عايزه تكلمك اسالك سؤال. يا منى صباح الخير. صباح الخير يا عليش، صباح الخير لضيفتك. صباح النور. بصي انا معجبه جدا باللي انت بتقوليه، لان انا مهتمه قوي قوي بدوت بالنسبه لاولادي وبالنسبه للجيل بتاع من بدايه 12 سنه لغايه سن الجامعه وما بعد طبعا. فانا عندي فكره مكمله للي حضرتك بتقوليه. حضرتك طبعا مع احترامي الشديد جدا 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 لكتاب حضرتك، وانا هنزل اشتريه ان شاء الله النهارده. انا بفكر في ان ازاي اعمل ده للتاثير على العقل الجمعي العربي مش المصري بس. ازاي اللي انا اخد الحاجات اللي هي الاحاديث اللي داعش مستند عليها، بدل ما الجهات الدينيه بتفندها هي مع نفسها وما فيش قابليه قوي من المجتمع او من شريحه الشباب ليها، ازاي اللي انا اعمل ده في حلقات من ممثلين لطاف مقبولين وبالذات الشباب، جيل الشباب، ازاي ياخد الحديث ويقول ان الحديث دوت هو ده اللي هو مستند عليه داعش وده اللي بيقتل بيه. يا جماعة الحديث ده أصله كذا، اتعمل في الفترة الفلانية، كان ليه ظروف حياتية معينة عشان كده اتقال بكده. فأنا بفهم الشاب إن الحديث ده ما هواش نافع للواقع الجغرافي والزمني بتاعي، وبكده هخلي فكرة داعش تدوب وما يبقاش ليها أي واقع ولا عارف حتة الجاذبية، جاذبية القوة. في حاجة بسيطة بس يا داعش يا عليش عايزة أقولها. داعش سوري. الأستاذة بتتكلم على رمي الجوازات. أنا عايزة أقول لك إن في منهج أولى إعدادي في درس إزاي أدوب الحدود ما بين الوطن العربي، وإن الوطن العربي سايح على بعضه من غير حدود. يا جماعة الخلافة بتسرب من خلال المناهج. الله يخليك يا داعش يا عليش، أنا قلت لك قبل كده أنا عندي فكرة الجذور. الفكرة اللي أنا بقولها لك دي جزء من فكرة الجذور اللي أنا قلت لك عليها. تمام، بشكرك جدا. شكرا يا منى. شكرا يا منى. بس أنا تعقيبا على كلامها، طبعا فكرتها كتير مهمة ورائعة صح، ولكن لما بتغوص أنا هون بدي أدعي شغلة. بمصر ما كتير الموضوع واضح، يعني داعش ما كتير إلى تأثير بالواقع المصري لأسباب عديدة أنا ما حخوض فيها. إحنا عنا بلبنان وبسوريا الوضع اكثر بسبب انه في تداخل اقرب، التداخل الجغرافي واللي هو نقطه التاثير المطلوبه. ما في استناد لاحاديث. انت هيدول ناس عم تلعب سياسه، هو بيستند الى فكره اكثر. ما في فكر، هني حتى فكر سيد قطب يتعارضون معه. يعني لما بتقرا بالادبيات الخاصه بهذا الامر هني بيتعارضوا مع فكر سيد قطب اللي هو يعتبر راس اللي هو بس انا عايز ادور يعني حتى من خلال روايتك. يعني
هو بيستند لإيه علشان يقنعني أنا كشاب عايش حياتي غير إن أنا ضعيف وهو عنده القوة؟ هو بيستند لإيه؟ يعني بيستند، هو بيخليني أبقى مؤمن بفكرة معينة، بيخليني أبقى عايز أهاجر من البلد، عايز أبعد عشان أسيب البلد، يعني هو بيستند لإيه؟ إيه الاستناد الأساسي؟ يستند إلى طبعًا إلى الدين طبعًا أكيد بطبيعة الحال، ولكن من دون هن ما بيغوصوا بأحاديث نبوية. يعني أنا استمعت إلى ناس كتير، يعني أنا ما في كمان أكشف كتير عن مصادري يعني، ولكن أنا استمعت إلى ناس مقربين من التنظيم. أول شيء الإغراء بالمال، الإغراء بمستقبل مختلف وواقع مختلف، الإغراء بالنساء، الإغراء بتجربة جديدة، وآخر شيء الدين. لأنه الناس اللي رايحة على هيدي، وهيدي كمان أنا بدي أوضحها، الناس اللي رايحة على هيدي التنظيم هي ناس متعلمة طبعاً، ما لنا ناس مدجنة أو ناس والله جايين نعمل لهم مسح دماغ، ولا لا، مسح دماغ بيجي لاحقاً بعد الانتساب من خلال جلسات تثقيفية دينية واجتماعية. يعني هن بيخضعوا لجلسات تثقيفية دينية واحد وجلسات تثقيفية اجتماعية لتعرف كيف بدك تنخرط يعني. ايه بس مش يعني ما بيكون في اعتماد، لانه انت مش لازم اعتماد على احاديث، بس ممكن يبقى في اعتماد على فكر ديني، ممكن يعتمد على نواحي معينه. يبقى انا دورنا كاعلام ودور الجهات المسؤوله كلها ان هي يبقى عندها حاجات مضاده لده، زي ما انت دورك كروائيه عامله، يعني زي ما قلنا كده الادب دوره ان هو هيحارب الفكر المتطرف. لو احنا صنفناه طبعا فكر داعشي، هو في الاول في الاخر هو فكر متطرف. لك هن نجحوا، يعني حضرتك شو قلت، فكر داعشي، هن نجحوا باقتدار بانه هن حتى يخلقوا مسميات لنفسهم. اه طبعا، يعني احنا قبل كنا نقول الارهابي، هلا انت اليوم لتقول على واحد ارهابي مصنف. تقول عنه داعشي. ايوه مصنف هو دلوقتي، هيدا قمه النجاح. هيدا بس انت بقى بالمقابل احنا الناس المعتدلين المتدينين، احنا شو قدمنا؟ شو النموذج اللي عنا؟ اهو انت قدمتي روايه من نحن خلال نسعى الانسانيات. نحن نسعى، ولكن هو عمل فردي، انت ما عندك عمل مؤسساتي لانه انت مؤسساتك مضعضعه اصلا. فانت يعني هون انا مشان هيك انا المدام اللي اتصلت انا بشد على ايدها وبشد على ايد كل شخص عنده رغبه انه هو يقدر ويطلع ويحارب هذا الفكر المشوه. ديننا الاسلامي اليوم عليه هجمه كثير 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 كبيره. ما نريده اليوم هو أن نقدم إسلامنا بالطريقة التي نريدها والطريقة الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى هو حب كبير، فبالتالي أنه كل ما يحدث اليوم هو ضد الله. أنا بتجربة جدا متواضعة أردت أن أقول هذا، أردت أنه أقول أنه لبنان بلدي بلد جميل، سوريا بلد جميل، وشعبه شعب أجمل. ما يحدث اليوم هو محاولة لتطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه كوندوليسا رايس بال 2006 يطبق اليوم. فتتوا العالم العربي حتى تضع أمريكا وإسرائيل يدها على المنطقة. أنت اليوم إسرائيل في أبهى مراحلها، مين اليوم عم يكب صاروخ واحد على إسرائيل؟ داعش بذات نفسه ما كبت صاروخ واحد على إسرائيل. اليوم القضية الفلسطينية وين؟ منسيه مهمش. طيب يعني من خلال لقائنا كده، يعني لو في حد من الشباب بيشوفنا دلوقتي، خلينا نقول من الوطن العربي حتى كله، ودماغه عارفة اللي هو طب انا ليه ما كنتش انا عندي القوة المفرطة دي؟ طب انا ليه انا ما هاجرش واسيب البلد بتاعتي لان هي ما قدمتليش اي حاجة؟ ليه ما انضمش لتنظيم زي دوت ولو ده كانت نسبة قليلة جدا؟ انت ممكن تقولي لهم ايه؟ شوف، مش قصة انه انا شو بدي اقول لهم، انا الشغلة اللي بدي اقولها انه نبحث في داخلنا عن الأجمل. ما نروح على الفكر المشوه، يعني ما نقدر نروح على الأفكار المشوهة. شوف، أنت كلما بتروح على محل فيه إفراط بالقوة وفيه إفراط بالعنف، يعني أنت رايح على محل غلط. فكلما كنت أكثر سكونا وأكثر تفكيرا، يعني أنت بالمكان الصح. بفهم أنه كلنا عايشين تحت ضغط، وبفهم أنه كلنا ربما نعيش في ظروف صعبة، ولكن أنا دايما بقول أنه رغم هذه الصعوبة ورغم ربما نزعات سوداوية ربما أحيانا، ولكن في داخلها أمل كبير. كل لما كنت الأمل عم يطلع منك اللي هو بتول، وأنا حتى اسمه كان هو اسمه مش هيك بالحقيقة، هو اسم رمزي، بتول هي العفة هي الطهارة، وأنا من أجل ذلك خليت إنه روايتي تنتهي بالأمل. نحن نصنع الأمل بداخلنا. نهاية الرواية هي نهاية القصة الحقيقية؟ نعم، ده اللي حصل بالظبط. صحيح.
طيب. صحيح. يعني انا عايز احييكي بشكل كبير جدا على اختيارك ان انت تناقشي قضيه ومهمه جدا، قضيه الفكر. وعلى فكره انا في كتير حذروني انه ما تفوتي بهيك بانه بيقتلوكي. قلت لهم انا الحمد لله ما اجاني ولا تهديد، بس اذا كلنا خفنا، انا مش عم بدعي الشجاعه على فكره، انا عندي ايمان وهيدي شغله تعلمتها من خالي وانا بحييه على الهوى. قال لي من كم يوم، قال لي ما يكتبه الله سوف تريه. صح، انتهى. وطالما انت بتعملي حاجه انت مؤمنه بيها وصح، انا في عندي الاخر شوف، انا كثير عندي ايمان باوطاننا انها تستحق ان تكون اجمل. مظبوط. لانه احنا مناح، فبالتالي بس وطننا ما حيكون اجمل بهذا الفكر. من هون اجت رغبتي بانه انا اقدم قصه حب، بين قصه حب غير متوازنه بين مقاتل في داعش و ما هو ده اللي بيخليني ان انا يعني فعلا بحييكي ان انت اخترتي تعالجي قضيه مهمه جدا. احنا ممكن نعالجها بكلام مجعلص وروايات كبيره جدا ومقالات صحفيه، لكن هي اختارت ان هي من خلال قصه حب وقصه انسانيه بس، يعني ما بين بنت سوريه وما بين واحد انضم لداعش وهما كانوا على علاقه حب طيبه ببعض، وبعد كده هو بينضم وبيحاول ان هو يخليها تنضم معاه لنفس التنظيم. فهي اختارت ان هي تعالج القضيه من وجهه نظرها، فاحنا يعني دورنا كمان ان احنا نحاول ان احنا على قد ما نقدر نعالج نفس القضيه وقضايا كتير جدا من وجهه نظرنا ومن خلال شغلانتنا. يعني انا بشكرك جدا. ميرسي لك، وانا كتير سعيد ان انا كنت ضيفتك اليوم. الاعلاميه والروائيه والصحفيه الجميله اسماء وهبه، بشكرها جدا جدا جدا، كانت منورانا. كمان شويه لسه مكملين معاكم نهار جديد، داليا اشرف هيكون منوره، شاب لطيف جدا كده لف العالم كله علشان يدوق الاكل، بس عنده تجربه لطيفه كده هتشوفوها كمان شويه. لسه مكملين معاكم نهار جديد، بشكرك جدا. صباح الخير.